تصاعد وتوسع الاحتجاجات في تونس على المستوى السياسي والشعبي. شهدت تونس العاصمة السبت الماضي مظاهرة كبيرة دعت لها جبهة الخلاص الوطني، تقريبا مظاهرة اعتبرت أنها الأضخم على مستوى التأثير السياسي والإعلامي. كذلك شهدت بعض أحياء تونس العاصمة مساء السبت وأيضا مساء الأحد احتجاجات شعبية ذات خلفيات متعددة، فيها الاجتماعي وفيها أيضا حتى المطالبة بذهاب النظام، يعني مشهد معقد ومركب في تونس. هذا التقرير يسلط الضوء على الأجواء الساخنة في تونس، ثم نعود للنقاش والتحليل. تظاهر يوم السبت الماضي 15 أكتوبر الجاري آلاف التونسيين في العاصمة تونس احتجاجا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، رافعين شعارات ضد حكم قيس سعيد، منددين بما اعتبروه انقلابا على الشرعية في 25 يوليو تموز 2021، وداعين لعودة الحياة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية. يكون فما حوار يجمع التوانسة الكل، لأنه اللي صار أنه فما رجل ماهوش مع وحدة التوانسة، رجل يقسم في التوانسة. المظاهرة دعت لها جبهة الخلاص الوطني التي تعتبر حركة النهضة من أهم مكوناتها، إضافة إلى ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وحزب أمل ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب. وأطلق على المظاهرة اسم يوم الحسم الديمقراطي في سياق تحركات احتجاجية أقرتها الجبهة، تنديدا بتردي الأوضاع العامة في البلاد ورفضا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر كانوا للأول المقبل، ودفاعا عن استقلال القضاء، وتأتي في وقت بلغ فيه غضب التونسيين مداه من سلطة الرئيس قيس سعيد حسب ما جاء في تصريح رئيس الجبهة السياسي أحمد نجيب الشابي. الشابي أضاف قائلا أن الرئيس سعيد انعزل وأصبح وحيدا، وأن الجبهة تقول نعم للإصلاحات التي لم يتم الاتفاق عليها من خلال حوار تونسي، وأن تونس تعيش حالة من الغليان نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأن حالة الغضب في البلاد وصلت مداها على حد قوله. قياديو جبهة الإخلاص الوطني يرون أن الشعب التونسي يعيش حالة من الإهانة ومهدد بمخاطر المجاعة في ظل الانهيار الشامل لكل مؤسسات البلاد، وأن التحركات السياسية التي شهدتها البلاد جاءت تحت غطاء مدني وسلمي وقانوني، مشددين على أن التحركات الميدانية حققت نجاحا كبيرا بدليل انقلاب المشهد السياسي في البلاد حسب تعبيرهم. هذه المظاهرة تزامنت مع احتفال تونس بعيد الجلاء، حيث غادر آخر جندي فرنسي مستعمر تونس في 15 أكتوبر 1963. ممكن غادر آخر جندي فرنسي تونس في 15 أكتوبر 1963، ولكن هل غادرت تونس مربع الفقر وأيضا مربع الاستبداد؟ سؤال عاد ليطرح من جديد بعد 25 يوليو 2021. معنا عبر سكايب من تونس، عبر الأقمار الأستاذ سليم الحكيمي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سليم أهلا بك. مرحبا بكم. إذن قبل الغوص أكثر في التفاصيل السياسية وماذا وتداعيات مظاهرة يوم السبت، على المستوى الشعبي والشارع الاحتجاجي الموازي للشارع السياسي، كانت هناك احتجاجات ليلية في ما يسمى بحزام الفقر أو حزام النار في تونس العاصمة حي التضامن وما جاوره، تقريبا لثلاث ليالي متتالية كر وفر بين شباب هذه الأحياء وقوات الأمن، وتم استعمال الغاز المسيل دموع بشكل مكثف، ويعني خوف حقيقي من أن تتجاوز المواجهة مع الأمن إلى أشياء أخرى. لو تقرأ لنا هذا المعطى في سياق ما يقع في تونس عموما. تحية لكم، تحية للسادة المشاهدين. على كل حال، جريدة لبوان الفرنسية منذ أسبوعين نشرت مقالا اعتمدت فيه تقريرا لسنتر فور بوليسي ريسيرش، تحدث فيه عن نتيجة تفقير النتيجة الشعبوية. هذا المركز البريطاني قدم دراسة حول 50 تجربة شعبوية منذ قرن تقريبا، وخاصة بالتحديد منذ بداية القرن 21. انتهت هذه الدراسة بالقول بأن
الشعبوية حين تحكم تسقط تنزل بالدخل الفردي وبالدخل الوطني الخام من بين 10 و15%. إذا الآن ما نعيشه هو حتمية سياسية لهذا هو الفهم الشعبوي الذي يقترح حلولا بسيطة للمشاكل المعقدة. دعنا نذهب إلى مفهوم السياسة حتى نؤطر ماذا يقع في تونس. السياسة في تونس، السياسة الحقيقية هي التي يرى فيها الناس، يريد أن تكلم الناس بلغة يرون فيها مشاكلهم عيانا فوق الطاولة. لا يوجد هنالك عصا سحرية للحكم، صحيح، ولكن يجب الناس أن يرون مشاكلهم أمرا محسوسا وأن تحدد فيها الأولويات. ولكن السياسة في تونس حددت بالمفهوم الشعبي بطريق آخر، هو أن نحدد عدوا نفسر به كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ونحددهم. هذا كله نتيجة الفهم الخاطئ للسياسة وحتمية الشعبوية هو الذي أنتج هذا الموقف الحقيقي من الناس. رئيس الدولة المرة الماضية، يعني في تقريبا في مغالطة فاضحة، يستدعي وزير الفلاحة في بلاد تعيش مشكلة أمن غذائي ويقول له أن هنالك تقريرا أمنيا يتحدث عن سائقين استعمل سيارة من وزارة الفلاحة، يعني ووجب التحقيق في ذلك لحضور لاجتماع حزبي. يعني أن مشكلة البلاد هي اجتماع حزبي لسيارتين إداريتين. أرأيت أين تصل الشعبوية؟ أستاذ سليم، بعد ذلك أنا كنت سأتي معك لهذا الموقف، وأيضا لتصريح قيس سعيد عندما قال جلاء آخر خائن وعميل في حديث عن عيد الجلاء. ولكن اسمح لي حتى نستفيد من وجودك معنا، ماذا يحدث في هذه الأحياء الشعبية؟ منذ شهر أيضا كان في منطقة دوار هيشر، أيضا في منطقة بوسلسلة في ضواحي الشمالية في تونس العاصمة، وأيضا في مدن الظل في تونس على مستوى القطر التونسي. كثيرة هي الاحتجاجات، ولكن الأخطر ما شاهدته منطقة التضامن في العاصمة. هل هو غضب؟ هل هو احتجاج؟ هل هو مزيج من كل ذلك؟ هو بداية تراكم قهر وبداية تراكم فقر. بداية تراكم فقر لأن هنالك تضخم على مستوى تقريبا 9. نعطي أرقام للسادة المشاهدين حتى يفهموا الوضع في تونس، أرقام حقيقية من منظمات دولية ومنظمات مختصة. 9.1 هو الآن حجم التضخم في البلاد الذي لم يتجاوز 5.2 في تونس في كل تقريبا العهود، نسبة تضخم عالية. والآن 70% من الشركات أفلست. أن نحن في بلد خارج من الكوفيد، وهذا الكوفيد يعني شيئا كثيرا للدول المصنعة، فما بالك بالدول التابعة التي ما زالت تابعة في علاقة المركزي والأطراف. إذا تراجع الميزان التجاري، متراجع ب 28.5. تونس تحتاج 3 مليون دولار تقريبا كل يعني كل شهر. هذا التراجع العجز الميزان التجاري، وصندوق النقد الدولي يقترح عليها 1.8 مليار دولار على 3 سنوات، وعجزها متفاقم. الدين العام في تونس 30 مليار دولار أمريكي، ما يساوي 110 مليار دينار تونسي، ولتوجد هنالك تعبئة للميزانية. البطالة 20%. الذين غادروا البلاد 30 ألف شخص غادر البلاد، وتقريبا فقد أكل البحر منهم 540 أو 545 شخص. الجديد في قضية هذه الهجرة أنهم يعرفون أن الهجرة السرية هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولكنهم يتفاخرون بها بالبحر ويصورون أنفسهم متحدين السلطة، فقط لأن الموت صار أيسر من الحياة. الرئيس يتحدث في زيارته الأخيرة إلى مدينة الجلاء في بنزرت، يتحدث لابد أن نبحث عن الأسباب التي تدفع بهؤلاء الشباب. يعني 50 سنة والناس يغادرون البلاد، والآن الرئيس يطرح سؤالا متأخرا ولا يعرف ما هو السبب لجلاء الناس وهروبهم. والسبب الوحيد هو أن الموت أيسر من الحياة صار في تونس بعد أن كان صعبا، أن كانت الحياة صعبة. إذا انتقلنا إلى مرحلة ثانية. الآن ما الذي يقع؟ الذي يقع من أنصاره، الفضيحة الثانية الذي يقع من أنصاره، انتقلنا من عملية إنكار الديمقراطية بالسطو على المؤسسات، وهذه وظيفة الشعبوية عندما تأتي للحكم. عندما جاءت حركة 5 نجوم في إيطاليا وربطة ماتيو سالفيني سنة 2018 الحكم، أرادت أن تستحوذ على جميع المؤسسات الدستورية، ولكن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية هي التي وقفت صمام أمام الانزلاق الدكتاتوري. والنتيجة أنه عوض أن تنزلق البلاد إلى انزلاق دكتاتوري، تطبع الشعبويون بالثقافة الديمقراطية، وهذا ما نفقده في تونس، لأن هنالك تواطؤ جماعي من النخبة هو الذي تمدد فيه الرئيس قيس سعيد تمددا رهيبا، ولكن هذا التدهور كلهم يتحدثون عن هذا التدهور الاقتصادي. إذا هذا الاحتجاج أمام الفوضى، أمام عجز الدولة،
لأبين لكم ما معنى عجز الدولة، ما معنى أن السياسة لا توضع على الطاولة وأن الدولة لا تحس وأن عملها متباطئ جدا. المركب الذي انقلب في جلجيس انقلب يوم 21 سبتمبر في منطقة معروفة بهذه الحرقة والظاهرة الظاهرة التي صارت ملفتة، والتي الآن كانت تطالو المهمشين ولكن الآن صارت تطالو المثقفين والأساتذة والمهندسين والأطباء والمتقاعدين الذين يريدوا أن يكملوا بقية أعمارهم في تونس. ولكن الرئيس يعزي الناس يوم 14 أكتوبر تقريبا بعد شهر بعد أن هرب الوالي ورشقوه بالحجارة وهو الوالي رمز الدولة. إذن هنالك مأزق شامل للدولة، هنالك مأزق في الحكم وفي طريقة الحكم ومأزق في نظرية الحكم. الرئيس قيس سعيد ماذا كان يتصور؟ يتصور أنه كان سيقايض النخبة بشيء. أنا أستطيع أن ألغي لكم الخصوم السياسيين وهم التيار الإسلامي مقابل أن تتنازلوا عن الديمقراطية، ولكن النخبة اكتشفت أنها يمكن أن تتفق تقبل منه شعبوية الحكم ولكن لا تقبل منه شعبوية نظرية الحكم التي فيها بناء القاعدة والتي لا تجد نفسها في منظومته، لأن نظرية قيس سعيد فيها ليس فيها أحزاب وهم أحزاب. السؤال المطروح الحقيقي الذي يجب طرحه، أين أنصار الرئيس قيس سعيد في الشارع التونسي؟ لم يعد يجرؤ قيس سعيد على الحديث عن أنصاره في الشارع. لا يوجد الآن إلا طرفان. لا يوجد إلا طرفان. من يدعم الآن قيس سعيد؟ شاهدنا في المواجهات الليلية الأخيرة هناك تمترس للمؤسسة الأمنية وراء أن تبقى المقاربة الأمنية هي التي تحدد وتحسم أي مواجهة بين الشارع والسلطات. كذلك تصريحات بعض المسؤولين داخل الحكومة كان فيها هذه النبرة، وقيس سعيد لازال يتحدث في عدة جلاء عن جلاء العملاء والخونة. يعني كيف يصمد أو كيف استطاع قيس سعيد رغم كل هذه المشاكل أن يبقى إلى الآن؟ يعني هذا سؤال هام الحقيقة أشكرك عليه. كيف بقي أول شيء بتواطئ جماعي وتواطئ من النخبة. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل يعني باللغة التونسية باع الطرح، هو مورط في الفساد، وقايده الرئيس قيس سعيد بقضية هذه بقضية المؤتمر الذي أقام به الاستثنائي في الأصل هو غير قانوني الفصل 20، وقايده بالصمت على هذا الفساد. ايضا صمت رئيس الدوله عن فساده 85 موظف في في, في 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 الاتحاد. صمت على قضايا في الارض التي سلمها بن علي لقيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل. صمت يعني بلغه عامه صمت عن كل فساد الاتحاد مقابل ان يسترضيه للموافقه على برامج صندوق النقد الدولي. هذا اذا نحن امام حال تواطؤ جماعي من نخبه، رغم ان هنالك فيها من يقفز الان من المركب لانه يعرف ان يقفز من المركب قيس سعيد الغارق ويعرف ان الامر حساباته لم تكن صحيحه. اذا هرول الكثير الى الغنائم، ولكنهم تبين ان هنالك عندما ارادوا ان يستنجزوه الوعود لم يجدوا الا سرابا خلعا. هذه حالة التواطؤ الجماعي من النخبة. السبب الثاني في ذلك هو هذا الاستلاب الإعلامي الذي ما زال يمارسه الإعلام على الناس، وما زال يفسر هنالك فصيل من الناس حقيقة ما زال يفسر بأن هنالك أزمة عالمية، ولكن بدأ الأمر كالرئيس كان يفسر بالاحتكار، في كل مرة يقول أن هنالك احتكار ثم مر إلى مرحلة ثانية إلى الأزمة العالمية، وبالتالي هذا هو الاستلام. هذه مشكلة كبيرة في قضية الوعي، لأن هنالك فيك نيوز، هنالك تزييف للوعي، هذه هي المشكلة. يعني بولسونارو اليوم، أنت اليوم في البرازيل، بولسونارو رغم أنه تسبب في مقتل 700,000 شخص في البرازيل لم يعترف بالكورونا ولا بهذه الواقيات، وقتل تسبب في موت 700,000 شخص، ولكنه الآن يأتي إلى المرتبة الثانية 42% أمام دا سيلفا. ما هو سبب هذه الديمغوجيا السياسية التي تمارسها الآلة الإعلامية التي ما زال يمسك بها النظام؟ ولذلك صف مجموعة من الصحفيين الذين يحضرون في البرامج، ورغم ذلك ورغم كل شيء فلهن الأمر الرتقة الفتق توسع على الراتقي، والآن لا أحد الآن يمكن أن يناصر الرئيس قيس سعيد. ما زالت بقية، ما زال هنالك رمق. طيب. تحتاج الأمور إلى تراكم قهر وتراكم فقر، وأيضا هنالك تعامل ذكي. لو سمحت أستاذ سليم في هذه النقطة، لو نربط مع ما حدث يوم السبت مساء أو يوم السبت يعني في شارع الحبيب رقيبة وتونس العاصمة، مظاهرة الحسم الديمقراطي، كيف نقرأها في هذا السياق الذي كنت تعرضه الآن؟ يعني مظاهرة الحسم الديمقراطي، هذه المعارضة الآن كتب الأستاذ زهير إسماعيل
هنالك مثقفون لهذه لجبهة الخلاص حقيقيون، والعديدون يعني يفهمون الشارع. الرئيس قيس سعيد يعرف جيدا أن الشارع السياسي إذا لم يلتحق به الشارع الاجتماعي فإن الشارع السياسي عاجز عددا وعدة على الإطاحة به. وحتى في ثورة 2014 لم يعد للسياسة معنى إلا ما عندما التحق به الاجتماعي. الاجتماعي هو الذي أعاد السياسة إلى قلب المعركة وإلى قلب المعنى عند الناس. ولذلك عندما تحركت الجهات والأطراف عندها صار هنالك لهذا الرمق لجماعة جبهة 18 أكتوبر وللطبقة السياسية أن تتحرك وتنهي الأزمة. الرئيس قيس سعيد كيف تصرف يوم السبت؟ الجهاز الأمني هو أراد أن يتجاوز هذه الصورة السيئة التي ارتسمت في يوم 14 جانفي الماضي عندما تورط جهاز الأمن في التنكيل بالمعارضين والتنكيل بالمتظاهرين السلميين. هذه الآن راجع نفسه وصار يتصرف بطريقة أذكى. في هذه المرة أول شيء منع الحواجز التي كانت تمنع على المتظاهرين وكانت تزال أمام أنصاره، الآن سوى بينها، ترك الناس يصيحون، أبعد الأمن إلى مكان وزارة الداخلية حتى يتجنب الاحتكاك ويظهر أنه في صورة الديمقراطي. ولكن هذه الخطة نجحت صحيح، ولكن لكنها الآن لن تستطيع أن تنجح مع السياسة، ولكنها لن تنجح مع الاقتصاد والاجتماع. النظرية القائلة بأن هنالك التلفزيون والريفريجيراتور، فعند الثورات عندما الناس ترى تفتح الثلاجة وتفتح التلفزة وترى في التلفزة ما لا تراه في الثلاجة. يعني المرة الماضية الوطنية تورطت في فضيحة 700 مليم كيلو الخوخ والغلال، وفي الشارع رقمه ثمنه لا يقل عن ثلاثة دينارات. طيب. ثلاثة دينارات ونصف. هذا يحتاج وقت. طيب أستاذ سليم، هو يبدو لا يحتاج وقت لأنه مساء السبت، ويبدو لا يحتاج وقت لأنه مساء السبت أحياء في تونس العاصمة شهدت مواجهات غضب بين شباب من ساكنة هذه الأحياء والأجهزة الأمنية. هل هذا الغضب تجاه الأجهزة الأمنية، وهو غضب مركب أيضا ليس فقط سببه اجتماعي مرده الفقر والبطالة، ولكن أيضا في كثير من العوامل السوسيوثقافية، هل هذا هو مؤشر بأن الشارع الاجتماعي الآن بدأ يأخذ خطوة متقدمة على الشارع السياسي؟ لا، الشارع السياسي هو ينتظر الشارع الاجتماعي أن يرفده، ليس الأمر بينهما سجالا من يتقدم على الآخر. الشارع السياسي لا يملك الشخصيات بحكم اهتراء السياسة في تونس، وبحكم أن هنالك سياسيين وقع العمل على ترديل البرلمان، وهنالك الصورة النمطية، الناس بدأوا الشارع الاجتماعي يريد أن يقود نفسه بنفسه بمعزل عن السياسيين. والسياسيون الآن لم يسترجعوا الثقة الكاملة للشارع الاجتماعي لأنهم ليست لهم الفرصة لاسترجاعها. لم يعد هنالك برلمان محترم وهادئ ونظيف بعد أن رذلته عبير موسى بتواطئ مع رئيس الدولة حتى يظهر في صورة سيئة، وكانت مجرد جرح بسيط لبرلمان تحدث عنها الرئيس وقال أن هنالك أنهار تسيل من الدماء في البرلمان. إذن هذه الصورة، الشارع السياسي اليوم لا يملك صورة أو لا يملك فرصة ليعيد الظهور بها أمام الناس بأنه يمارس السياسة الحقيقية، بما أنها تطوير واقع الناس وتحسين أوضاعهم. وارتسمت السياسة في هذا الذهن بأنها هرج وتهريج ومصالح شخصية. بالمقابل الآن الشارع الاجتماعي يتداول أيضا قضايا الفساد في الدولة والمتسلقون الجدد الذين يوهمون رئيس الدولة. يعني المشكلة في الشعبوية أنها في اللحظة التي تريد فيها أن تقدم فيها للناس أنها تشتغل بالناس هم يشتغلون بها. من قدم التقرير لرئيس الجمهورية عن السائقين المزعومين إن ثبت الأمر هو الذي يبين أن الشعبوية يشتغل بها، لأنهم يريدون أن يبين يقدم للرئيس ما يريده، ما يريد سماعه. الديمقراطي الرجل الديمقراطي دائما يكون له أخطاء أقل من الدكتاتوري، لأن الديمقراطي يسمع كل شيء، ولكن الدكتاتوري لا يريد أن يسمع إلا ما يريد سماعه. وهذا فهمته أجهزة أمنية وفهمه الكثير، حتى صاروا يقدمون للرئيس ما يريد سماعه. ولكن الدكتاتورية من طبيعها كما تقول حنا أرند دائما الدكتاتورية دائما الأمور فيها على أحسن ما يرام إلى حد الربع ساعة الأخير. لا ندري ما هو ذا الانزلاق الذي يمكن أن يقع في تونس، ولكن الثابت أنها الشعبوية اليوم ظهروا إلى الحائط، وحتى صندوق النقد الدولي أن تدخل الذي هو الآن يلعب مجرد وسيط ومجرد وكيل، وهو الآن هو بالوكالة يعني تقريبا عن الاتحاد الأوروبي يقترح هيبة ب 800 مليون دولار، وهو في الحقيقة
تقريبا لا يريدها، وهو يعني سيستفيد منها هو، والآن هو طيب الذي يستفيد من سقوط الدينار سيما في هذه الذي النقطة وصل إلى 250 مليم، 1.9 و 1.8 مليار دولار، هذا ما وافقت عليه لجنة الخبراء. لازال الآن على مستوى لجنة الخبراء ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي لم يوافق بعد. هل هذا القرض ممكن أن ينقذ قيس سعيد؟ خبراء يقولون هذا القرض هو يحافظ على الحد الأدنى للميزانية التشغيلية للدولة، ما عدا ذلك هو لا يمكن أن يتم استثماره في مشاريع أو توجيهه إلى مشاريع بنية تحتية أو حتى استثمارات صغرى. يعني هذا القرض 1.8 مليون دولار تقريبا، هو مقابله 3 مليون دولار كل شهر حاجة البلاد إلى 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 التدين، إلى العجز التجاري الموجود فيها في بلد لا ينتج الدينار اليوم. الدين يتراكم لأن هنالك سقوط للدينار، وهذا سقوط الدينار هو الذي هو غاية شركات المناولة العالمية، لأنها تستطيع أن تنهب البلاد على طريقتها. هي شركات مناولة تلعب الدور الوسيط بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. ماذا سيفعل في هذه في بلد غير منتج، في مؤسسات مفرزة خارجة من الكوفيد؟ انظر الآن فرنسا عندما لها حكومة جيدة ورؤية جيدة غير شعبوية، رغم كل هذه المآسي، رغم كل هذه الإضرابات، ولكنها استطاعت أن تشغل 93 ألف موطن شغل في 6 أشهر، واستطاع الاقتصاد أن يبدأ في استرداد عافيته. المشكلة أن السياسة، المشكلة الفرق، ما هو الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة؟ الدول المتقدمة أن السياسة فيها هي التي تقود الرأي العام، وليس الرأي العام هو الذي يقود السياسة. هذه تجربة جيرارد شرودر في ألمانيا، وخرج منها وخرج من الأزمة، ورغم أنه خرج من الانتخابات لكنه هيأ الأمر لأنجيلا ميركل حتى تقود البلاد، وصارت اليوم اقتصاد ألمانيا القوة الرابعة أو القوة الأولى في أوروبا والرابعة في العالم. والبارح الخبراء يتحدثون أنه إذا انهار الاقتصاد الألماني يعني انهيار الاقتصاد الأوروبي. إذا هذه هي المشكلة في تونس، أن هنالك لا يوجد هنالك إنتاج، لا يوجد هنالك ثقافة عمل. وماذا يوجد؟ يوجد أنه الحديث عن عصا صحيح واتهام الآخرين. ماذا سيفيد اتهام الآخرين في الحلول الاقتصادية؟ وهذا ما قاله مثلا قياديون، وأنا لا أحبذ كلمة قيادي في أي حزب، مسؤول حزبي، ماذا قاله مسؤولون حزبيون المرة الماضية عندما وقعت الإيقافات؟ هل أن الإيقافات في تيار سياسي ستتحسن بالبلاد؟ بالنسبة إلى النظام هي فقط صنع عدو لنفسر به الصعوبات. أنا أعتبر أن هذا الذي سيقع هي مجرد حقنة بنج، تقريبا تخفيف ألم، تخفيف صداع موضعي، تخفيف موضعي للمرض وتخفيف للعرض وليس للمرض، لأن المرض الاقتصاد في خلل هيكلي وبنيوي ومديونية لا يوجد حل ولا يوجد خبراء ليتحدثوا فيها. والآن الرئيس نفسه رغم هذا العجز الحكومي لا يريد أن يغير أي وزير، لأنه يعرف أن تغيير وزير يعني إخفاق، وهو لا يريد أي عنوان للإخفاق في سياسته لأنه يتصرف في منطقة الأزمة السياسية. طيب أستاذ سليم، أختم معك، وأنت أشرت إلى السياسيين والفعل السياسي، هل فعلا تونس الآن تشكو أزمة قيادة سياسية لهذا الفعل المعارض؟ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هل ممكن للاحتجاج الاجتماعي أو للشارع الاجتماعي أن يصنع بدائله القيادية كما شاهدنا مثلا في حراك الريف في المغرب؟ يعني هنالك الحالة من التحلل السياسي، يعني ديكومبوزيسيون بوليتيك، هذه تسببت فيها الشعبوية. والآن عنوان السياسة الوحيد هو الرئيس قيس سعيد، يعني نأخذ طرفا الحركة التيار الإسلامي في تونس، يعني هو الذي يعني هو الموسوم بأنه سبب الكارثة ووضع نفسه في هذه الوضعية في الحقيقة، لأنه تيار لا يحسن التصرف. البقية هي شظايا سياسية وعشوائيات حزبية، بقية عشوائيات حزبية. هنالك عبير موسى هي رمز الفوضى والتهور السياسي، بحقيقة الناس لا يعرفون إلى أين يتجهون، ولكن من منطق التاريخ أنه دائما من رحمه يخرج شخصيات، ولكن ستخرج إلى بعد لأي إلى الساحة في تباطؤ كبير. الآن الطبقة السياسية تبحث عن رموزها، وجدت في نجيب الشابي رغم هيناته وفرصة ليكفر عن ذنبه عما اقترفه سنة 2013، لأن الطبقة السياسية هذه التي تتقدم الآن للنقد الشعبوية هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلنا إليها، لأنها حطمت
وأرادت وحطمت تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي وتآمنت عليها سنة 2013. ولذلك فرصة للسياسيين إذا أرادوا أن ينقذوا وطنهم أن يتقدموا في حقيقة في مجرى حقيقي، وهذا المجرى عليه أن يبدأ بالمصداقية ويبدأ برد الناس ردا جميلا إلى مفهوم السياسة أنها خدمة الناس، وأن السياسة والمصلحة فيها المصلحة العامة هي للسياسة وليست لشيء آخر. هو سيبقى بعد إذنك، هو سيبقى هذا برسم الأيام القادمة، لأن الأحداث متسارعة بشكل كبير جدا في تونس على إيقاع ساعة تقريبا. على كل، دائما نحن في متابعة للتطورات تشهد الساحة التونسية. شكرا لك أستاذ سليم الحكيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار من تونس العاصمة.